نجحت شركة في بكين من استرساخ قطة وهو ما يعد سابقة في الصين، وتشكل هذه التجربة تقدما علميا باتجاه استنساخ الباندا الرمز العالمي للأنواع المهددة بالخطر. وبعد 7 أشهر على تفوق هرة الشاب الصيني هونغيو والتي كانت تدعى ثم، تمكن مؤخرا من الحصول على قطة صغيرة رمادية وبيضاء، وقال إن نسبة الشبه تتجاوز 90%، أملا أن تكون القطة التي وضعتها هرة حاضنة نهاية تموز الماضي تتمتع بشخصية ثوم الأصلية.